منور منور السلام عليكم. السلام. الله يعطيك العافية خالد. الله يعافيك يا رب. خالد كيف هون أوضاع عنكم في المخيم؟ كيف عايشين؟ مثلا عم بيطلعوا على قناة الدنيا عم بيقولوا إنه نحن في عنا حالات اغتصاب وفي عنا حالات سيئة، كيف المعيشة هون عنكم في المخيم؟ كيف المعيشة أوضاع؟ ممتازة والعالم كلها مرتاحة وقمة بيقولوا الأريحية عايشين فيها بين بعضنا أهل وأحباب وتمام يعني الأمور. طب وبالنسبة لموضوع اللي عم بيقولوا على قناة الدنيا قال لا نحن عنا عصابات هون مسلحة بالخيام وعم بتصير حالات اغتصاب وفي سامر عصفور وعم بيذكروا أشخاص كمان إنه هدول عم بيعملوا هيك مثل عمليات اغتصاب؟ بالعكس، إذا بتدور على الشرف بتلاقيه بين السوار بهالمخيم، يعني قمة الشرف قمة الأخلاق، ما بتلاقي واحدة بتطلع ببنت تطلع ما مزبوطة أبدا نهائيا، كل الناس أهل وأحباب. بالنسبة لموضوع المنشق سامر عصفور هو عسكري منشق، حاولوا يلصقوا فيه تهمة إنه والله مغتصب وإنه معتدي، كله كذب في كذب. الأمر إنه الشاب إنه اغتصب مثل ما بيقولوا اغتصب حقه في الحرية وحب يكون من الناس الشرفاء اللي نبذة الحكم السوري مثل ما بيقولوا. هو إنسان ملتزم وهو رفيق ابني، إنسان طيب كتير وملتزم ومتدين. هاي هي القصة. شي طبيعي من قناة الدنيا ومن بشار الأسد يلفق هيك كذب، يكون من بداية الثورة هو بيلفق قصص وكذب، يعني هذا شي طبيعي. احنا مستغربنا هالشي طبعا. بعدين في قصة نزلت على الصحف، الصحف التركية حتى نزلوها، هي ملفقة انه في حالات اغتصاب وعشرين حالة ولادة غير شرعي. فما معقول هلأ نحن خلال ثلاثة شهور واسبوع نحن هون، ما معقول المرأة تحمل وتنجب خلال ثلاثة شهور، أمر مستحيل. 20 حالة من الولادة، هل يعقل هالشي؟ يعني الإنسان يحللها بعقله، أمر مو منطقي أبدا. فكله كذب في كذب، وبشار تعود دائما هو واللمام اللي حواليه أنه يكذبوا ويلفقوا، والعالم كلها في عقلانية كاملة لحتى تحلل الأمر وتعرف أنه كله كذب. هربنا من بلدنا مو خوف من الموت، نحن هربنا خوف عرضنا، مو نجي لهون دنت عرضنا. نحن جينا لهون لنحافظ على عرضنا. بعدين هون عايشين كلياتنا عائلة وحدة وكلياتنا أحباب وأصحاب، وما في أي حكي من هاللي عم بيحكوها، كله حكي كذب وكذب. هن مثل رئيس الروح قلبهم الكذب، هن والقناة الدنيا. إذا بتصور وتشوف لا قفل ولا باب ولا مفتاح، كل العالم عايشين بأمان أكثر من الوضع السوري هلا حاليا. بتحط راسها وبتنام ولا في شيء نهائيا. كل الخيام مفتوحة كل الليل، العالم بتنام. عايشين بأمان تمام. كل العالم شرفاء هي اللي هون. تمام. الشريف هو اللي هون. فاتحين خيام مأمنين. عم بتصير شي حالات زواج عندكم مثلا في المخيم؟ ايه طبعا في حالات خطبه وزواج رسمي وشرعي وحفلات وموالد، قمه في الاخلاق وقمه في العالم كلها مبسوطه مع بعضها. وين الحجه قالت لي من شوي لتوجه كلمه لبشار؟ منا شيء بشار الاسد اقبل كل حساب، وشكرا للتركيين اللي حوها العالم، والله مليحين كلاتنا مبسوطين وقرايبيننا كلاتنا فرد عائله، يعني الجسري واللاتقاني والضيعجي والشي كلاتنا فرد عائله، والله ولا في عنا شيء الرب خلقه مثل ما عم يحكوا بيطلعوا الاخبار، والله الحمد لله. وبس منا يحاكموا بشار الاسد ويشيلوا من سوريا كلها، اللي ما بدنا اصلاحاته. صحيح قال عم يعمل اصلاحات كثير، وهي عملكم قانون اعلاء، مش رايكم قناه الدنيا؟ اصلاحات اللي عم يعمل القتل، عم بيصلح عم بيقتل، هذه اصلاحات تبعه. عم يذبحوا لنا شيء مطلبنا، عم يذبحوا والله يا ابني على الحدود، قتلوا ما ادري كم واحد. نحن بدنا نرجع على سوريا وما بدنا نحن بدنا نرجع على بلادنا، وما بدنا شيء نهائيا، بدنا من الدول يشيلوا ويحاكموا. شو السبب ليش ما بترجعوا على بيوتكم؟ قد ما بنسجل الحدود مليان عسكر ومليان دبابات ومليان سلاح ومليان شيء، وين بدنا نروح؟ في اكثر من 70,000 معتقل من عدد القتلى، القتلى بالالاف، القتلى بالالاف ما يقارب اكثر من 50,000 قتيل. نحن ما بنحسب نروح على سوريا، بيوتنا تدمرت. لا يا ابني اخوي معتقل، اصلا عم بفظع بالقتل، طرق القتل اللي عم بيتبعوها الايرانيين في بلادنا غير طبيعي، عم بيستعين بالقوى الثوريه الايرانيه. اخوي حمد اللي عم يفرموه، بالمعامل مثل شوندا، اخوي اللي معتقلين وعم يطلعوا على الدول قدام العالم، بس تجي الثوار تشيله. ما الاعلان السوري ما عم يحكي الاغتصابات اللي عم تصير بسوريا، ما هون الاغتصابات بسوريا من قبل الشبيحه والامن تبعونه. الحمد لله مبسوطين هون، خلينا نرجع على بلادنا. من سوريا
ونيجي بيور قفل ومفتاح ما كنا امنين والله لا في مسامين ولا في مفتاح نترك الخيمه هون الخيمه بس امنين ما حدا والله ما حدا بيديه عشان عملنا الاغتصابات ما لها تعداد بسوريا من الامن والشبيحه بيكسروا الباب وبفوتوا بيغتصبوا البنت قدام اهلها هون اكثر ما كنا بسوريا نايمين امان هنيك عم نحط بيدات عم نحط اقفال وما نحط شيء وما عم نستجر منا والله نهزمنا من ضلينا بيجي اسبوعين ثلاثه ما نمنا ونحن بالجبل بيركي فرد عيلي يا اخي اربع بنات اغتصبوها قدام اهلها اربع بنات جابتهم لهون امهم وين هي العيله جابتهم لهون امهم لا اله الا الله اربع بنات الاربعاء 21 9 2011 مخيمات يلدغ الله يعطيكم العافيه.